ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، كعظيم رحمتك وكمثل رأفتك، امحو مآثمي يا اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأن وحدك خطئت والشر قدامك صنعت، لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت، يا الله ارحم وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، لا تطرحني، نشيني من الدماء، نشيني خاله عليت واقدم بمديل سردت، ملك شمايون حاصولي خلداتي، ملك شمايون حاصولا خلدا حطينا له، صلوا علي ميت المرام قالوا هون قابل قربونخ نترحم علينا بصلوته. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبان، آمين. أهلنا يا ربنا يسوع أن نسبحك أنت الغني الذي لا تنقص مواهبه الصالحة، ونشكرك على ما صنعت لأجلنا من آيات ومعجزات وتدابير خلاصية، يا من وهبت البكم نطقا والصم سمعا والعمي بصرا والبرص طهرا والمقعدين قوة والمرضى صحة والموتى قيامة، يا ربنا وإلهنا لك المجد والشكر ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد، آمين. سلام للبيعة ولبنيها، المجد لله. والرجاء الصالح لبني البشر، لنرفع عنا
التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الرحيم محب البشر وقابل توبتهم، وإلى الابن الحبيب الذي تأنسى ودعا الناس إلى بيت أبيه، وإلى الروح القدس الذي ينير القلوب والضمائر برخمو ربو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي الآتي إلى العالم، أنت هو الطريق الموصل إلى الآب، فلا طريقا إلا بك. أنت الذي ترددت بين الناس وأظهرت محبتك لهم وأخبرتهم عن حنان الآب وحبه للخاطئين التائبين. أنت الذي كلمتنا عن التوبة والرحمة والماء الحي، وشئت أن نتأمل اليوم مثل الابن الشاطر الذي عاد عن ضلاله واثقا بأبيه نادما عن خطيئته. فيا ربنا نسألك على عطر هذا البخور كما حنوت على الخطأ أحنو علينا، وهب لنا أن نتواضع أمامك تائبين عن هفواتنا. أنرنا بمعرفتك وشددنا بقوتك، فلا يغرب وجهك عنا ويكتنفنا ظلام الخطيئة. ويا ربنا أرسل روحك إلى الخطأ في هذا الصيام الغافر فيعود إليك مستغفرين. افتح لهم ذراعيك المباركتين وضمهم إلى صدرك فيفرح بلقياك ويسعد بمعرفتك. برخمو ربو فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. بفزع من عتم الغربي، وانت النور اللي بينشاف، وبسمع بالاوقات الصعبه صوتك عم بيقلي وقاف وقاف. يا ملك المحبه يا راسم لدربي، ما دامك بقلبي من شو بدي خاف. يا ملك المحبة يا راسم لدربي، ما دامك بقلبي من شو
شو بدي خاف ما دامك بقلبي، من شو بدي خاف. فوق البحر مشيت وكان موجو مثل الخيالي، وقلت في عنده إيمان بيزيح الجبل العالي. فوق البحر مشيت وكان موجو مثل الخيالي، قلت في عنده إيمان بيزيح الجبل العالي. في بحرك مشينا من مينا لمينا، ما اعتزنا مكتاب. في بحرك مشينا من مينا لمينا، وما اعتزنا مكتاب. ما بفزع من عتم الغربي، وانت النور اللي بينشاف، وبسمع بالاوقات الصعبي صوتك عم بيقلي وقاف وقاف. يا ملك المحبي انا اسم لي دربي، مدامك بقلبي من شو بدي خاف. يا ملك المحبي يا راسم لي دربي، مدامك بقلبي من شو بدي خاف. مدامك بقلبي من شو بدي خاف. مدامك بقلبي من شو بدي خاف. أيها الطبيب السماوي، اقبل بخورنا واجعله لرضا ألوهيتك وخلاص شعبك وحفظ ميراثك. هب لنا السلام، قونا فنعيش معك ونشهد لك بصدق وأمانة جميع أيام حياتنا، وننعم برؤية وجهك الإلهي إلى الأبد. آمين. قاضي شاط له، قاضي شاط عيلتنا، قاضي شاط له ميوتو. اطرح ما علي. قاضي شاط له، قاضي شاط عيلتنا، قاضي شاط له ميوتو. اترحم علي. قاضي شاط له، قاضي شاط عيلتنا، قاضي شاط له ميوتو. اترحم علي. أيها رب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. يا جهل الابن الأصغر من ذاك الحب الأكبر، إنه قلب الآب من قلب الدنيا أكبر. اغفر آثامي ربي يا أجل الحق الأكبر، تبكي تنهد قلبي أنت من قلبي أكبر. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار.
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، وارتحل بركة الله على القارئ والسامعين وعلى هذا المكان والعاملين فيه إلى الأبد، آمين. يا إخوتي، أنا أشهد الله على نفسي أني مرعاة لشعوركم لم آتي إلى كورنثوس، فنحن لا نريد التسلط على إيمانكم، بل نحن معكم من أجل فرحكم، لأنكم بالإيمان ثابتون. إني جزمت بهذا في نفسي ألا أعود إليكم على حزن، لأني إن كنت أنا أحزنكم فمن يفرحني غير الذين أحزنه؟ وقد كتبت إليكم بهذا لئلا ألقى عند قدومي حزنا من الذين كان ينبغي أن أفرح بهم، وأنا على يقين من جهتكم أجمعين أن فرحي هو فرحكم جميعا. فمن الضيق الشديد وكآبة القلب كتبت إليكم بدموع غزيرة، لا لتحزنوا بل لتعرفوا مقدار حب العظيم لكم. وإذا كان أحد قد أحزنني فما أحزنني أنا وحدي، بل أحزنكم جميعا بعد الحزن، وأقول هذا بدون مبالغة، والتسبيح لله دائما. وأقول له يا أبي قد خطئت إلى السماء وأمامك، هللويا. سلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومشيدوا واشكروا كلمة الله. الحي قال مرقس البشير: عاد يسوع فدخل إلى المجمع، وكان هناك رجل يده يابسة، وكانوا يراقبون هل يشفيه يوم السبت ليشكوه. فقال للرجل الذي يده يابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ تخليص نفس أم قتلها؟ فظلوا صامتين. فأجال يسوع فيهم نظره غاضبا حزينا لقساوة قلوبهم، ثم قال للرجل: مد يدك. ومد يده فعادت صحيحة. وفي الحال خرج الفريسيون مع الهيرودوسيين وأخذوا يتشاورون عليه ليهلكوه. وانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحيرة،
وتبعه جمهور غفير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدوما وعبر الأردن ومن نواحي سورة وصيدا، جمهور غفير سمعوا بكل ما صنع فأتوا إليه، وأمر تلاميذه أن يعدوا له قاربا يكون بتصرفه لئلا تزحمه الجموع، لأنه شفى كثيرين، فصار كل من به داء يتهافت عليه ليلمسه، وكانت الأرواح النجسة حين تراه تسقط أمامه وتصرخ قائلا: أنت هو ابن الله. وكان يسوع يجزرها بشدة من أن تشيره. حقا والأمان لجميعكم. ساعدني يا نبع يا نبي يا سيد العطايا، ساعدني 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 يا نبع يا نبي يا سيد العطايا، ساعدني معكم جميعا. بهالإنجيل بفرجينا عظمة يسوع على الشفاء بالوقت يلي عجزوا فيه الأطباء عن شفاء هالشخص يلي إيده يابسة. إجا لعند يسوع وشاف فيه الطبيب الشافي لكل مصاب، لأنه يسوع بتجسده على الأرض وبعمله الخلاصي فرجينا رحمة الله، كيف الله يبحث عن الإنسان وأول عن الإنسان لحتى يردوا إله تيشفيه تيعمل لقاء معه تيحبه فوق الحب، لأنه كل شيء بهالأرض هو مخلوق لإله. هيك علمنا الرب وهيك علمنا يسوع. بهالإنجيل عم بفرجينا رحمة الله قدام قساوة هالأشخاص يلي جايين ينتقدوا يسوع من الفريسيين وغيرهم، لأنه بعد ما شافوا فيه حنان الآب ورحمة الله وعظمته. لكن يسوع لم يبادر الشر بالشر، لكن الشر بالخير، شفاه ودعاه له الإنسان أنه يكون معه مرافق بالإيمان، ما حب أنه يمجده له لكن أنه يمجد الرب. حتى الجموع الغفيرة يلي كانت تابعة يسوع دعاها حتى تمجد الرب، والشياطين يلي كانت أوقات أفضل بين قوسين من بعض ناس كانوا يعرفوا أنه هو ابن الله، بس شو الفرق؟ ما كانوا يؤمنوا فيه ويمشوا معه، بس كان يخضعهم بقوته وقال لهم ما تخبروا لحدا، لأنه أنا هدفي مش أعمل مجد لإلي لكن أعمل مجد لله. يسوع كان هدفه الإنسان، وخاصة الإنسان الضعيف والإنسان المريض. ونحن بهالفترة يلي عم نمرق فيها بكارثة، يلي عم نمرق فيها بمشكلة كبيرة قدام هالوباء، ما قلنا أكيد إلا مع التعاون مع الأطباء والإصغاء لهم، بس كمان فينا نرجع للطبيب السماوي ليسوع، نفتح له قلبنا، مدله إيدنا، وهو بلمسته مثل ما لمس هالإنسان إيده يابسة وشفيها كفيل إنه يشفينا ويقوينا، وبيطلب منا مثل ما قال له: مد يدك. وما أجملنا إذا مدينا إيدنا لهالخالق ليرجع يخلقنا من جديد ويشفينا ويعطينا هالنعمة. إن شاء الله الرب يتمجد فينا بكل عمل، ونحن إذا شفينا من لمسته نقول له: أنت هو ابن الله. مثل ما عملوا هالجموع نروح نبشر فيه بالعالم كله أنه المخلص والشافي، له المجد إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، من ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء،
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث وجاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. إيطلوت مدحدلو والوطلو دم حادي طليون وينو بصوت طيبو طخيعو للبيت وسغو دبايكلو قوتشو دحل تخمر يودا بارن وبزاتيكو تخا لفي صلوا علي ميت المران ألوهن قبل كربونوخ ونترحى معنين بصلوتو العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل أعطياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. مع ذكر ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا نذكر على هذه القرابين الموجودة أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوية والدة الإله مريم ومارمرون ومارشربل وجميع القديسين أذكر اللهم أبانا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم لأجلهم هذه الذبيحة من أجل جميع المرضى لا سيما المرضى يلي أصيبوا بهالوباء كورونا حتى ربنا يشفيهم ويبعد ضربات عن كل صحة من أجل كل يلي صاتوا ضحية هالوباء حتى ربنا يعملهم برحمته ويعطيهم الراحة الأبدية الله يحمينا جميعا ويحمي وطننا كل الأوطان واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان إليك الورد يا مريم يهدى من أيادينا هلمي واقبلي من عرونا حب أكيد أكيد ما
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب وإله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعاً وإلنا أن نعانق بعضنا بعضاً في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مصباح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليه، سلام لكم يا ميراث الروح القدوس. سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا أنتم ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. يا رب أضي بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليه وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متائبين ونجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقاً إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق كل البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين مرنمين. Ooh.
السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في العلا ساب اللحم بداو قديشتو وباري قديش وقصويا تلميداو كدمار سابخو من كل خون هونو ديني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقية متقسي ومتين حصاي وطحوبي والحي ده العلام علمي. هو خان والكوس دمزقو من حمر ومن ماي باريخ قديش ويا بالتلميذاو كادمار سابشتاو مني كل خون هون الدين يتاو مودي دياتقي أحداثه دحلو فيكون وحلو بساقية متشد وماتيان حصاي وطحوبي والحي ده العلام علمي. بهذا أوصاهم يسوع قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتغفر لنا أجمعين. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا، بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبنائك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها
ساعة أحبائي ينحدروا فيها الروح الحي القدوس ويحلوا على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مديج هذه الكاس دم المسيح إلهنا آمين ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها لتنقية نفوسنا وأجسادنا من كل خطيئة وللحياة الأبدية آمين. اقبل يا رب تهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس باتريركنا الأنطاكي مع الأساقفة والكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي يا أبانا السماوي على نية المسؤولين المدنيين حتى يلمس كلام بولس قلوبهم فلا يفعلوا شيئا ضد الحق ويسعوا إلى السلام وخير شعوبهم نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي يا أبانا السماوي على نية الحاضرين كي نبقى كلنا راسخين في الإيمان ساعين إلى الكمال متسلحين بالفرح لأنك أنت معنا يا أبانا السماوي يا إله المحبة نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي إليك يا أبانا مع قداسة البابا فرانسيس على نية الكنيسة في الصين لكي تواظب على الإخلاص للإنجيل وتنمو في الوحدة نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي يا أبانا السماوي على نية المنتقلين إليك استقبلهم بهدف رحمتك فتكون نعمة الإبن ومحبتك أيها الآب وشركة الروح القدس معهم ويكون بصحبة القديسين غافرا خطايانا وخطاياهم أرحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد آمين. أنا جاي تباركني لا تطفي
سامحني واعطيني لرباني من إثمي ريحني تيزهر إيماني أنا جاي تباركني أنا جاي تباركني لا تطفي أنديلك أنا جاي أنا جاي أنديلك. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. أمين. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة متفقين ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأن لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك ضارعين إليك، وإلهم لمراحمك ووفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. أمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي متساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جعلتني أركع وأصلي، أنت يا يسوع جعلتني أسمع فأغني لك يا يسوع. جعلتني أركع وأصلي، أنت يا يسوع جعلتني أسمع فأغني لك يا يسوع. جعلت البلاء تشدو لك، فلا تتركها تموت، إليك جعلتني أعدو.
منقود. أرجوك يا يسوع أنت يا يسوع جعلتني أسمع فأغني لك يا يسوع، جعلتني أركع وأصلي. أنت يا يسوع جعلتني أسمع فأغني لك يا يسوع. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعرضنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك بارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. يا ساكن العالي ظل ابن العالي، عينك علينا على أراضينا، رجع إخوتنا وأهالينا. يا ساكن العالي ظل أهالينا. من هالسهل الواسع السهل الواسع ممحي بصوت الواسع